حمام، حمام بيتقدم، حمام بيمرر، مهدي بيستلم بيتقدم، كمان الكرة الأمامية علي علاء الدين، والتمريرة حلوة كتير من الكوراني، فرصة الهدف الأول، تسديدة جول 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 جول. خليل بدر، خليل بدر حكينا انه هو اللاعب يلي سجل على هيدا الملعب بمواجهة الأخاء، عم بيعيد الكرة وعم بيسجل أمام السلام، لكن بكل تأكيد بكل تأكيد تمريرته للكوراني، تمريرته للكوراني يعني تحرك خليل كان مميز، وتمريرة الكوراني كانت مميزة، كانت مميزة التمريرة بالإعادة الكوراني، بالإعادة الكوراني. هل خليل كان متسلل أم لا؟ هل خليل بدر كان متسلل بالكرة؟ يعني الحكم علي بري أشار أنه ما كان في حالة تسلل، استلام الكرة من خليل والتسديدة داخل الشباك بالإعادة، بالإعادة مهدي والتحرك، التمريرة علي علاء الدين، بأي طريقة سند مهدي الزين على علي علاء الدين، يعني عين المدرب أحمد حافظ على الخروج بنتيجة إيجابية. إذا مجاهد العرجة خياره الثاني للمدرب المصري، هذا اللاعب يلي حكينا عنه ببداية المباراة، لاعب يلي بدأ مع فريق طرابلس بفئاته العمرية ومثل منتخبات لبنان للفئات العمرية أيضا للشباب والناشئين. مجاهد العرجة حاليا مكان هشام النابلسي على أرض الملعب، لاعب خط وسط بإمكانات هجومية بدل من لاعب خط وسط بإمكانات دفاعية، والكرة بتتحرك، مارتز أسولي جول 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 جول. عم بيسجلوا اللاعب النيجيري، اتحركت الكرة والرأسية، الرأسية من مارتنز وسولي، والنتيجة التعادل، النتيجة التعادل. تخلى أحمد حافظ عن الدفاع ويعني عن التراجع الغير مبرر بالشوط الأول، تقدم كثيرا بالشوط الثاني، كان عنده أكثر من محاولة وبالنهاية قدر أنه يسجل من خلال كرة ثابتة فريق السلام صغرتا. مارتنز أسولي عم بيتابع هيدي الكرة وعم بيسجل الهدف، عم بيسجل الهدف مارتنز أسولي، والنتيجة أصبحت 1-1. النجمة عم يتلقى الهدف بعد كرات عديدة وبعد هجمات عديدة بالإعادة، مارتنز أسولي بأي طريقة وضع رأسه أمام الكرة ووضع الكرة برأسه داخل الشباك. فريق النجمة إدمون شحاده على التنفيذ وحده، علي الرضا اسماعيل بيبقى بالحالة الدفاعية وباقي اللاعبين كلهم داخل منطقة جزاء فريق السلام، بيحركها إدمو، بيحركها إدمو الرأسية جول جول. هيدا النجم بيلعب للنفس الأخير، وهيدا النجم بيلعب للرمق الأخير، والنجمة النجمة النجمة عم بيسجل هدف الفوز بالوقت القاتل، بالوقت القاتل. إدمو حرك الكورنر، والمتابعة من علي حمام، المتابعة من علي حمام، ما استسلم علي حمام أبدا على الكرة، تابع علي حمام ولعبها، لعبها هيئة 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 علي حمام برأسه، والكرة من بعدها تابع تابع جون باليكي الكرة داخل الشباك. شوفوا علي حمام تابع الكرة، موني ما سجل، لكن اللاعب الكونغولي تابع داخل الشباك، تابع داخل الشباك، والنجمة قضى على أحلام السلام صغرتها بالخروج بنتيجة إيجابية بملعبه أمام النجمة. وهيدي المباراة الكبيرة اللي قدمها السلام، النجمة عم بيسجل، النجمة عم بيسجل، علي حمام برأسه، موني ما سجل، جون باليكي قاسم بحركها، وحاليا الحكم علي رضا عم يطلق صافرة نهاية المباراة بفوز كتير مهم وبفوز كتير صعب لفريق النجمة على السلام صغرتا بنتيجة 2-1. الشوط الأول انتهى 1-0، السلام عاد وعادل النتيجة عبر إينوسنت جيمس، لكن هيدا النجمة بيلعب حتى الدقائق الأخيرة، وهيدا النجمة بينجح بالفوز بآخر الدقائق بهدفه لجون باليكي.